إرهاق الذهن بحساب الأرقام اليومية بات أشد من إرهاق الجسد. لائحة حسابات تكاليف الإنتاج عند أبو خليل طالت مع طول أزمة الكهرباء. يشغل محركات المولد الكهربائي الخاص، فتيار الدولة معطل. غلوا علينا المازوت، كان 500 ألف الطن، هلا مليون و100 ألف، هلا مليون و100 ألف، فهلا عم يفكر انه نزيد على الانتاج اللي عندنا. مثلا الاثنين همبرجر ب 1000 يمكن يصيروا يعمل السته نعبيهم بكيس ب 4000 4500. تنتظر الناقلات البحريه المخصصه لتفريغ ماده الوقود لمعامل الكهرباء ثمن ما حملته من وقود، وقرار صرف الأموال ينتظر موثقة المصرف المركزي على استكمال إجراءات فتح الاعتماد بالعملة الصعبة. الدولار الذي وصل سعر صرفه في السوق السوداء إلى 10,000 ليرة. الدولة اللبنانية ما معها فريش دولار لتشتري فيول كرمال تمشي المعامل اللي عندها. كان بعد معها شوية ليرة لبنانية من موازنة 2020، بس هيدول الليرة إذا بدك تشتري فيهم فريش دولار اليوم على السوق السوداء الفريش دولار ب 9500 وأكثر، وبالتالي ما بقى يشتروا لك كمية كفاية من الفيول. هذه البيوت والشوارع مهددة بمزيد من الظلمة. لا أموال مخصصة لثمن الوقود في وزارة الطاقة نتيجة عدم إقرار حكومة تصريف الأعمال الميزانية السنوية. الوزارة بحسب مراقبين ستستمر في إحراق أموال احتياط المصرف المركزي على الوقود لإعادة الضوء إلى البلاد. سياسات القائمين على قطاع الكهرباء أدخلت لبنان في نفق العتمة، سياسات أهدرت مليارات الدولارات كما يقال، تناتشتها المحاصصات السلطوية، فكان الثمن عودة البلاد إلى عصر الظلام. حسين خريس، العربي، بيروت.